تقدم ملحوظ للجيش في مناطق متفرقة بالضالع وسط تراجع لميليشيا الحوثي التي حاولت إحراز انتصارات في شمال وغرب المحافظة. الأنباء الآتية من الضالع تفيد بحدوث مواجهات عنيفة بين الجيش والميليشيا بعد هجوم للحوثيين على نقطة ترصة الأمنية، وأدت المواجهات إلى إجبار قوات الحوثي على التراجع باتجاه منطقة مقيلان الواقعة بين ماوية بتعز والأزارق بالضالع. الجمعة الماضي تمكنت قوات الجيش بدعم من المقاومة الشعبية من صد هجمات عدة للحوثي الذي حاول أكثر من مرة التمركز في مناطق شمال غربي المحافظة. مصادر عسكرية أكدت حدوث عمليات ملاحقة واسعة من قبل الجيش لعناصر مسلحة من الحوثي في المناطق المجاورة لمديرية الحشا، في الوقت الذي تحاول فيه الميليشيا التقدم باتجاه المسيمير بمحافظة لحج. العمليات العسكرية التي يجريها الجيش ضد ميليشيا الحوثي في الضالع تلقى مساندة جوية من قوات التحالف، وبحسب مصادر إعلامية تابعة للجيش فإن مقاتلات التحالف شنت غارات على مواقع لميليشيا الحوثي في منطقة شعور التابعة لمديرية قعطبة شمال المحافظة، في ظل أنباء عن تعزيزات عسكرية للمقاومة الشعبية بالضالع. من هذا المكان الذي يتواجد فيه المقاتلون ومن هنا غرب مريس يتواجد قوات العدوان الغاشم قوات الحوثي، ونحن هنا في منطقة غرب مريس. كانت ميليشيا الحوثي قد حققت تقدما في مناطق استراتيجية كونها حدودية بين تعز وضالع، ولها رمزية التماس جغرافي بين شمال وجنوب اليمن، في خطوة فسرها مراقبون بمحاولة فرض واقع انفصالي قد يلقى قبولا من المجلس الانتقالي الجنوبي، لكن وقايع الأرض تشير إلى أن الجيش والمقاومة لا يزالان حائط صد عصيا على الانكسار.